طريقة أخرى تجربها المقاومة في تعز. هذه المرة تخلت عن السلاح ولو لبرهة من الوقت وتوجهت إلى الشوارع للهتافات والمطالبة بالدعم والتسليح. فهل يسمع هادي أو رئيس حكومته بحاح الغافلون أصلا عما يجري لتعز؟ فالواضح في هذه المحافظة بصورة أو بأخرى وبعد ما يقارب 10 أشهر يمكن القول عنه اليوم أنه تخاذل من المسؤولين عن تسليح وتدريب الجيش والمقاومة، أو على الأقل تركهم وحيدين دون إمدادهم بالسلاح يواجهون مصيرهم على انفراد. خاضت المقاومة والجيش الوطني في تعز أكثر من معركة فاصلة، وكسرت الميليشيا في أكثر من جبهة، لكنها خلف كل انتصار جزئي أو تحقيق تقدم تنتظر العودة إلى الخلف قليلا لانتقاط الأنفاس وترتيب الصفوف مجددا، فأوضاعها خصوصا في أمر التسليح العسكري تجبرها على ذلك من جولة إلى أخرى.